ست غرز حشو، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ست غرز حشو. هقفل الدايرة وبالراحة. وهجيب لون مختلف. الدور التاني كلكم كده معايا حلوين صح؟ الدور رقم اتنين احنا بنعمل شعر، وهعمل له حلق، وهعمل له الاسلحة بتاعته اللي هما بصوا يا جماعة تلات اسلحة بتوعه. هتسأليني عاملاهم ازاي؟ خليكي لاخر اللايف وانا اقول لك انا عملت الاسلحة دي ازاي وهعمل له حلق ازاي. لو حابة تعرفي احنا عملنا لوفي، واللي عايز لوفي يا جماعة طريقته في البايو في الصندوق الاحمر، والبنت نزلتها خلاص. يلا الدور اللي بعده تزايد في كل الغرز، يعني في كل غرزة حشو اتنين غرزة حشو تزايد ست مرات. فهقول كده اول تزايد. يا نور اهلا اهلا. درر يا اهلا وسهلا. اول تزايد اركز بقى على كل غرزة. ماشي. اول تزايد، تاني تزايد، تالت تزايد. وعليكم السلام يا دودو. رابع. ماشي. يبقى أنا مش مركزة في إيه في غرزة. المهم إن أنا عايزة أهي بصوا ست مرات تزايد. حبيبة قلبي يا أهلا يا أهلا من بغداد. حبيبة قلبي والله منوريني حبايب قلبي من بغداد كلكم حبايبي. يا ذو النور يا ذو النور والله. يا سلام أحلى سلام منك ليا حبيبتي والله. اتنين تزايد، تلاتة تزايد، أربعة تزايد. لا لسه لا 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 لا. أربعة تزايد، خمسة تزايد. موجود. لا خمسة تزايد. هو هيعمل على سطرين اتنين بس. تمام. خمسة تزايد، ستة تزايد. خلاص. مش الشعر كله. السطر اللي بعده حشو تزايد حشو ست مرات. حشو تزايد. استنوا لا حشو تزايد معلش. السطر ده حشو تزايد. السطر ده حشو تزايد. يبقى أول سطر كان ست غرز حشو. السطر اللي بعده تزايد ست مرات. السطر اللي بعده حشو وتزايد ست مرات عشان يبقى عندك 18 غرزة حشو. صباح الفل عليك يا مشمشة. حشو تزايد ست مرات كده أول مرة. حشو في الغرزة كلها عادي. تزايد وبعدين حشو تزايد وبعدين حشو حشو تزايد. شكرا يا درر. اكتبي لي على الخاص وانا اقول لك حبيبتي ان انت عايزه اي سعر. اكتبي لي على الخاص لان هنا ما ينفعش ممنوع. حشو تزايد بعدين حشو اخر غرزه تزايد.
خلاص كده بقى عندك ايه 18 غرزة حشو. تمام، حلو كده يا جماعة. انا واقفه اهو. حلو حبيبه قلبي، السطر ده هنعمل حشو وتزايد وحشو، حشو تزايد حشو. عملت العروسه دي زورو وبعمل له شعر، ولا عايزه تعرفي الشعر؟ حشو تزايد، عايزة يعني من الأول إيه؟ حشو. الأول دايرة سحرية غرزة حشو، دايرة سحرية جواها ست غرز حشو، السطر اللي بعده تزايد ست مرات، السطر اللي بعده حشو تزايد ست مرات، السطر اللي إحنا فيه ده بقى حشو تزايد حشو ست مرات. تمام؟ إيه طيب، اللي عايز الشغل ده يا جماعة هتلاقوه في البايو في الصندوق الأحمر بتاعي، ادخلي على القناة اتفرجي براحتك هتلاقيها موجودة عندك هناك، نفس الورشة اللي أنا اشتغلتها دي هتلاقيها هناك بالظبط. حشو تزايد حشو حشو، شكرا يا كروشيه. حشو تزايد حشو حشو تزايد حشو حشو تزايد حشو. مريم اهلا اهلا. بعدين حشو تزايد حشو، كده بقى عندي 24 غرزة حشو. تمام كده، مستنيكم كلكم اهو. انا بقيت اسرع منكم صح؟ يلا اشتغل السطر اللي بعده، السطر اللي بعده. ها حلوين، اشتغل السطر اللي بعده. قشطة عليكي يا مشمشة، شاطرة، الله عليكي الله عليكي. يوزر اهلا اهلا، احلى فولو منك ده ولا ايه؟ احلى يوزر، شكرا شكرا يا قمر. شيمو شكرا حبيبة قلبي، أحلى شيمو، تعيشي تعيشي وتشتركي في الفريق، تعيشي يا قمر. خلصنا أكيد روزة خلصت. طيب هنا بقى هشتغل تلاتة حشو وتزايد ست مرات. أم حسين، أم حسين صح؟ أهلا أهلا، شكرا ليك لمشاركة اللايف يا قمر. هنا هعمل تلاتة حشو وتزايد ست مرات، تلاتة حشو، شكرا يا مريومة. واحد اتنين تلاتة حشو تزايد كده أول مرة، وبعدين تلاتة حشو، واحد اتنين تلاتة حشو تزايد تاني مرة. مساء الفل عليكي يا طمطم، اهلا اهلا فاطمة، مساء الفل حبيبي. واحد اتنين تلاتة حشو، الله يسلمك يا حبيبة قلبي. وتزايد، عاملة ايه انتي اللي عاملة ايه يا روحي؟ انا الحمد لله في نعمة الحمد لله. فاطمة شكرا يا طمطم، تعيشي يا روحي، تعيشي تعيشي احلى فاطمة، تعيشي وتهادي، تعيشي يا روحي تعيشي. مرحب يا منى،
أهلا أهلا، ارحبي يا منى. وبعدين ثلاثة حشو، إحنا بنعمل الراس بتاعت الواد المتشرد ده، إن شاء الله دايما يا روحي أحلى فطيمة، إن شاء الله دايما. واحد اتنين تلاتة، تزايد. اللي ملحقش يا جماعة هتلاقوه في الصندوق الأحمر في البايو في القناة بتاعتي. واحد اتنين تلاتة. حبيبتي تعيشي تعيشي يا أحلى فطيمة والله، خليك ليا يا حبيبتي. وبعدين تزايد، تلاتة حشو، واحد اتنين. ميدو زيك يا حبيبي، عامل ايه؟ احلى ميدو ده ولا ايه؟ نور، اخبارك ايه واخبار الدروس معاك ايه دلوقتي؟ ربنا معاك يا حبيبي وتنجح كده وتجيب لي ايه الحاجة الساعة، لتر الحاجة الساعة. صباح الفل عليك يا حبيبي، اخبارك يا روحي، عامل ايه؟ شربات؟ ماشي، مش عايزة شربات، وانا زيها، انا اشرب كمان شربات. صحيح احنا ما بنحبش الحاجة الساعة، نشرب شربات بس شربات ورد. خلاص يلا، اللي عايز يا جماعة الحاجات دي موجودة في البايو في الصندوق الأحمر هتلاقوها. كل الحاجات دي اشتغلتها في الصندوق الأحمر، لو عايزين تشتغلوا زيها بالظبط هتلاقوها في البايو، صندوق أحمر كده، دوس عليها يدخلك على القناة بتاعتي على طول. حبيبي حبيبي تعيش يا ميدو تعيش حبيبي. خلاص يا جماعة اللي عايز أي حاجة من الحاجات دي. طب أنا دلوقتي بعمل إيه؟ شخصية زورو المتشرد ده، وبعمل له الأسلحة بتاعته، ثلاث أسلحة، وهشهيصه. تسلم لنا عيونك حبيبي، إيه رأيك في الحاجات الحلوة دي يا ميدو؟ الإقلام بقى للمدارس، هي شايف كل عمل الفكرة، بس أنا عملتها مختلفة الحمد لله. ماشي يا ست اللي انت عايزاه، هو هيجيب لنا اللي احنا عايزين. طيب خدوا بالكم، السطر ده بقى على الحلقة الخلفية، السطر ده على الحلقة ايه اللي الله يخليك حبيبي. اهلا اهلا بنجانو، اهلا وسهلا. السطر ده بقى هشتغله على الحلقة الخلفية، هشتغل اتنين حشو تزايد، اتنين حشو ست مرات على الحلقة الخلفية. تعيشي يا احلى هندي يا روحي، يا ده النور بالقمر حبيبة قلبي يا هنودة، مساء الفل عليكي، عاملة ايه؟ يا مرحب بيكي والله، احلى هندي دي ولا ايه؟ ايه رايك في الحاجات الحلوه؟ انت قلتي امبارح ان انت عايزه عندي قناه يا جماعه في البايو في صندوق لونه احمر، دوس عليها يدخلك على القناه، عشان مش هينفع اقول لكم اسمه ايه. بصي يا هند، ايه رايك في الحاجات الحلوه بقى اللي دودو بتعملها؟ انت عايزه تتعلم، قلتي انك عايزه تتعلم، تعالي تعيشي يا روح، تعيشي يا قمر، تعيشوا يا جماعه تعيشوا. يلا على الحلقه الخلفيه. طيب يلا يا هند، انا بقى والله يا اختي بعلم من البداية للاحتراف، تعيشي. ده مش كده بس، احنا بنعمل حاجات تانية كتير، فبعلم من البداية للاحتراف علشان انا حطلها لون، حطلها لون مش هيصة. يلا هشتغل على الحلقة الخلفية اتنين حشو تزايد واتنين حشو ست مرات على الحلقة الخلفية اتنين حشو. يوتا يا اهلا يا اهلا، تزايد. يا جماعة اللي عايز يعمل كروشيه ايرلندي اللي هو الترند، تعيش يا مريوم، ان شاء الله منين بس ما اجيب الخيط واجيب خاماتي هبتدي اعلن لكم عن الورشة، لان لسه خيط ما جاش. وبعدين اتنين حشو، واحد اتنين. بنتحط لهم فعلا ممكن روجا جو، بس انا عندي الوان، انا عندي الوان فبحط لهم بالفرشه، وايه لازم كده يبقى يعني ده برضو. شكرا يا يوتا يا قمر، الله يخليكي تعيش، بيدي منظر للعرايس بيخليها في حته تانية خالص صراحه خالص، يعني بيديها منظر كده شكله حلو. فبحط الوان عشان ما حدش بس يفكر ان هم روجا، بس لو روجا جو عادي. وعليكم السلام، اهلا.
الوان اهي، بجيب اللون وايه وبحطه بالفرشة. وده بقى هيلبس حلق في ودنه بما ان هو زورو، وهيلبس اسلحة في ظهره. فاللي عايز يتفرج على شكله في الاخر تنتظر للاخر، هنعمل الاسلحة. بس عادي بقى قشطة، يعني الهواية بتغلب، الهواية بتغلب يا هند. واحنا مش بنشتغل للناس، بنشتغل لنفسنا. هو الحاجة غالية بس احنا بنشتغل لنفسنا، فهماني؟ لكن لو هتشتغل للناس لا، صعبة، الدنيا صعبة. فاعمل اتنين حشو تزايد، تزايد، وبعدين اتنين حشو وواحد اتنين. يا جماعة اللي حابب يشتغل الحاجات دي، انا عملتها كلها الورش بتاعتها في الصندوق الاحمر، العرايس القلم، اي حد عايزها العرايس القلم. الله عليكي، مش تسلية، مش تسلية، انت بتفيدي نفسك وبتفيد اللي حواليكي، دول مش تسلية، دي افادة. يعني انت لما تعملي الحاجات دي لحبايب قلبك وتديها لهم، شوفي انت بقى تمنها بالنسبة لك قد ايه، تمن فرحتهم. احنا مش بنتسلى ونعم. خلاص ام انس، اهلا اهلا. والله يا هند لو اتطلبوا مني اوكي ما فيش مشكلة، لا مش للبيت، انا ما عنديش اطفال، مش للبيت، بس لو اتطلبوا ما عنديش مشكلة، خدتي بالك؟ بس انت بالنسبة لك لو عندك حبايب ولادك، ولاد حبايبك، اما تعملها لهم؟ ايوه يا ميدو، صح صح، برافو عليكم. يلا اتنين حشو، واحد اتنين، وعليكم السلام. تعيشي 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 يا الدنيا، تعيشي تعيشي وتسلمي حبيبة قلبي. تزايد حبيبتي يا هند، وبعدين اتنين حشو. منوراني احلى هندي يا قمرة، ايه النور ده بقى؟ ايه النور الحلو اللي داخل عليا وانا اقول ده نور ايه؟ طب انه نورك. وعليكم هاجر حبيبة قلبي، واحد اتنين. احنا بنعمل الشعر دلوقتي. بصوا يا جماعة اللي بيتابعني مستفاد، واللي مش متابعني مش مستفاد. حبيبة قلبي احلى ياسمين، تعيشي وتهديني يا روحي. تزايد، ده حظي حظي والله يا هند، حظي حظي بجد. شفتي بقى وجه الإفادة اللي أنا قلت لكم عليها، إن إحنا كلنا نبقى عارفين بعض. عرفتي بقى هند يا أختي شاطرة؟ لا بس خليكي معايا أحسن. وعليكم السلام يا رتاج، أهلا أهلا. يلا يا جماعة اللي عايز الحاجات دي موجودة في الصندوق الأحمر في البايو، لو عايزة تشتغليهم هتلاقيهم نفس الورشة اللي اشتغلتها دي بالظبط هناك. تمام زوزو، زهور اتأخرتي علينا ليه؟ وبعدين اتنين حشو. وعليكم السلام حبيبتي، الله يخليكي. اتنين حشو تزايد، اتنين حشو ست مرات. يا اهلا يا اهلا يا زوزو، اتاخرت ليه يا قمر؟ وعليكم السلام حبيبتي، منوراني احلى زوزو. من الجزائر، اهلا اهلا بالقمر، احلى قمر والله، ما تحرمش منك ومن اهل الجزائر كلهم حبايبي. منى الله يخليك يا احلى رتاج يا قمر، ده من ذوقك. شو عملت طيب؟ وانا كتبت كمان على فكره يا هند. طيب شو عملت يا جماعه؟ عملت ست غرز حشو في دايره سحريه، وبعدين السطر اللي بعده تزايد ست مرات، وبعدين حشو تزايد ست مرات، حشو تزايد حشو ست مرات، وبعدين وبعدين ماشي، ما انا بقول اهو. وبعدين حد فاكر عشان انا شكلي نسيت. وبعدين حشو تزايد حشو، وبعدين ثلاثة حشو تزايد ست مرات، وبعدين اتنين حشو اتنين حشو تزايد اتنين حشو ست مرات على الحلقة الخلفية. تمام اهي، مش هتكتب لك. الله يخليكي يا روحي، تعيشي ده من ذوقك. وبعدين واحد اتنين تزايد اتنين حشو. الله عليك يا منى، اتنين حشو، واحد اتنين. تمام لا
خلينا بالظبط. شكرا ليكي يا ياسمين، الله عليكي، ايه الحاجات الحلوه دي يا ياسو؟ حاجات الجميله زيك. خلاص اللي عارف يقول لها يا جماعه. حبيبة قلبي يا أم عزة، ما تحرمش منك، وأنا كمان بحبك يا حبيبتي، وأنا كمان بحبك. شكرا ليكوا حبايبي، شكرا، تعيشوا وتهدوا أمارات. الله يخليك يا حبيبتي، تعيشي، ده من ذوقك وكرم أخلاقك بس. شكرا يا فاطمة، تعيشوا وتهدوا حلوين، تعيشوا يا رب دايما تهدوا كده في الفرح. شكرا. وصلنا عند السطر بتاع اتنين حشو تزايد اتنين حشو ست مرات بس على الحلقة الخلفية. طيب أم حوراء أهلا أهلا. أقوله تاني يا جماعة، هقول لكم تاني أنا عملت إيه. شاطرة يا منى والله، برافو عليك. طيب هقول لكم على السريع، دايرة سحرية جواها ست غرز حشو، الدور اللي بعده تزايد ست مرات بقى عندك 12 غرزة حشو، الدور اللي بعده حشو تزايد ست مرات بقى عندك 18 غرزة حشو. شكرا يا طمطم، شكرا شكرا من الجزائر، شكرا شكرا. خلاص، وبعدين حشو تزايد حشو ست مرات بقى عندك 24 غرزة حشو، وبعدين 3 حشو تزايد ست مرات بقى عندك 30 غرزة حشو. السطر اللي بعده على الحلقة الخلفية اشتغلت 3 حشو تزايد ست مرات بقى عندي 60 غرزة حشو. أهلا بيك يا أم حوراء يا قمر. لا أنا بعينه في الصندوق الأحمر يا دودو، وده أفضل. ايوه في الحلقه الخلفيه، برافو عليكي يا جواره. شاطره ياسمين من العراق، اهلا اهلا بالقمر، يد النور. تعالي بقى الدور اللي بعده هشتغله في الغرزه كلها من العراق حبيبتي، 36 غرزه حشو، يعني الدور ده ثبات بس في الغرزه كلها. اللي عايز الحاجات دي يا جماعه موجوده في الصندوق الاحمر، نفس الورشه دي بالظبط بنقلها في الصندوق الاحمر عشان مش عارفه اقول اسمه. ايوه اهي فاطمه قالت لك بعمل تباع ان شاء الله يا روحي، ده يشرفني. اشتري وتعالي علشان هنعمل جاكيت الكروشيه الايرلندي كمان يا جماعه ان شاء الله بامر الله. مستنيه بس الخيط يجي اعمل لكم جاكيت اللي هو الترند، الصوف ورد كله ورق شجر اسفه عفوا، وجنب بعضه جنب بعضه تحفه. اهلا اهلا يا زمرد يا قمره. هنا عندي 36 غرزه حشو، هشتغل الدور ده ثبات 36 غرزه حشو، 1 2 3. الله يخليكي يا قمره، تعيشي تعيشي تعيشوا حلوين. الله يخليكي يا الدنيا، الله يخليكي من العراق والله. اهلا 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 اهلا. طيب نوع الخيط، انا هجيب هيمالايا إفردي صوف، وامتى؟ بامر لا بس يوصلني الخيط، لان ما اقدرش اتكلم لما الخيط يجي. خلاص اول ما الخيط يجي انا هنا هعمل 36 غرزه حشو، 2 3. اول ما الخيط يوصلني يا جماعه 4. جاكيت اللي هو ترند، اللي هو عباره عن ورد جنب بعضه وفي فروع شجر. خلاص وبأمر الله هنشتغلوا مع بعض لايف، يعني هنتعلم نعمل وردات. بص حبيبي أنا هبتدي أجيب 5 شلات، والله هشوف الدنيا فيها إيه. الصنارة أنا لسه هجيب الخيط هيمالايا إفريدي. طيب الصنارة والكمية، بس أنا أعتقد 500 هيبقوا حلوين لسبب بعدد الأمطار يا جماعة. يعني في ناس ممكن تعمل جاكيت بخيط تخين وقالت لك 2 كيلو، عدد أمطار الخيوط. طيب ان شاء الله انا والله منتظره ان هو يتشحن، منتظره يا النهارده يا بكره يوم السبت بالكتير يا جنه الرحمن. طيب بصوا يا جماعه هقول لكم بس معلومه صغيره بالوزن. الله عليكي، لا مش بالوزن، استني استني استني، بعدد الامطار تمام. يعني انت ما هو ده بالوزن 100 جرام، الديفا ده 100 جرام. خلاص طيب انت عايزه تقولي لي ان ال 100 جرام ديفا زي 100 جرام هيمالايا؟ لا أسفة، عدد الأمطار يا جماعة. بصوا حبايبي معلش هقف بس للمعلومة دي، أميرتي الأسلحة عملتها اهي
هعمل له حلق. انا بس بقول على فكره يا اميرتي هنعمل جاكيت كروشيه ايرلندي عشان تبقي عارفه. صوف. بصوا يا جماعه، بصوا هنا، هنا ده كم متر؟ ده كم متر؟ ده 100 جرام، 350 متر. طيب لو انا جبت خيط تاني وشفتي الورقه بتاعته هتلاقي مثلا هيمالايا افري داي، حبيبه قلبي يا اميرتي، هتلاقي هيمالايا افري داي مثلا 200 متر، فمش بالوزن، بعدد الامطار. يعني الهيمالايا اكيد مش زي خيط الصوف التخين، مش زي ده، عشان تبقوا فاهمين. خلاص. طيب اميرتي انا عملت الاسلحه وشوفي، وعملت لها الوان، وعامل له ودان بتاع حلق عشان هيصولك، ما تقلقيش. زوروا زوروا يعني زوروا. فاللي عايز يتابعني يا جماعه انا هقول البدايه نص كيلو هيمالايا افري داي. طبعا الهيمالايا افري داي معروف لكل حد. فانا هشتغل كده بنص كيلو، والله احتاجنا هنجيب. انا هعمله جاكيت قصير، لو انت هتعمليه جاكيت طويل لا يبقى كيلو. ما الحمد لله الدنيا اتظبطت، الحمد لله يا ياسمين، الحمد لله. حد قال لي من يوم 5/9 الدنيا هتتظبط ان شاء الله وارجع زي زمان. حبيبه قلبي يا احلى ياسمين، منوراني يا روحي والله. يلا حلوين، اللي عايز الحاجات دي موجوده في البايو في الصندوق الاحمر، هتلاقيها موجوده نفس الورشه دي، باخدها بحطها في الصندوق الاحمر. اي حاجه من الحاجات دي موجوده هناك، لو عايزه تتعلميها هتلاقيها. انا النهارده بعمل ايه؟ زورو، شخصيه زورو، حبيبتي احلى ياسمين، منورني والله اهو. وبعمل الايه؟ الشعر بتاعه. السطر ده 36 غرزه حشو. تعيشي احلى زهراء حبيبه قلبي والله، ده من ذوقك حبيبتي، من ذوقك حبيبتي. تعيشي احلى ميشه والله، تعيشي تعيشي يا روحي تعيشي، ده بوجودكم، بوجودكم وتشجيعكم يا حبايبي والله، ووقفتكم معايا. طب حاولي بالليل، حتى حاولي، حاولي النهارده بالليل وانا معاكي. خلاص اي حاجه. جاكيت اكيد طبعا، اكيد طبعا هنزله. اي حاجه هشتغلها هنا بامر الله احطها هناك في الصندوق الاحمر، اي حاجه اي حاجه. خلاص يا جماعه، بس يعني لو في اللايف الافضل لكم يا جماعه. ليه بتبقي قاعده معايا؟ والله احنا بنشتغل مع بعض. عايزه تساليني في السؤال ده وانتي قاعده كده، اسالي انا معاكي، دي حلاوه اللايف. حياك بيبو، اهلا اهلا، دي حلاوه اللايف، نوراني يا بيبو. لا حاولي النهارده، هستناكي النهارده ان شاء الله، بس الخيط يجي، لان انا ما اقدرش اتكلم الا لما اشوف الخيط. هو خيط هيمالايا افري داي يا جماعه، صوف تحفه. انا حلاوته في حاجه انه مش بيوبر. الله يخليكي يا روحي من غزه، اهلا اهلا جوري من غزه، يا اهلا، منوراني منوراني حبيبه قلبي. السطر اللي بعده هعمل 5 حشو و تزايد 6 مرات في الغرزه كلها. حاولي حاولي يا ياسمين، حاولي النهارده ضروري، حاولي، الدنيا بقت احسن النهارده. في الغرزه كلها هشتغل حشو و اسفه 5 حشو وتزايد 6 مرات، 5 حشو. وعليكم السلام يا ام قرار، اهلا اهلا بالامره. 5 حشو وتزايد 6 مرات. انا بعمل شعر الولد ده 5 حشو، 1 2 3 في الغرزة كلها، 4 5 حشو وتزايد 6 مرات، 1 الهيمالايا، الهيمالايا تحفة لسبب هقول لك اهو، 2 3 4 5 تزايد. جدا 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 يا اميرتي، جدا تزايد، انا بعمله لنفسي. لا والله انا بشتغل حاجات تانية كتير يا عشاق الحسين. بصوا يا جماعه، الهيمالايا افري داي تحفه عن تجربه، اولا لا بيوبر، ثانيا بيدفي جدا 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 جدا.
لان انا عملت منه قبل كده جاكيت فبيدفي جدا. تاني حاجة انه مش بيوبر، وخامته في منتهى الروعة. ده انا اللي جربته هيمالايا افري دي، تمام؟ ده اللي انا مجرباه. عايزين تستنوا ما اجيب الخيط واوريه لكم؟ قشطه تمام، احلى سلام يا روح قلبي. عايزين تستنوا اجيب الخيط وتتفرجوا عليه؟ ماشي، تعيشي يا احلى عشاق الحسين، وعليكم السلام يا ورده، اهلا اهلا. فلو عايزين تستنوا مفيش اي مشكله، احنا كده كده هنشتغل مع بعض طبعا. شكرا يا احلى ورده، تعيشي يا روحي، كده كده هشتغلوا معاكم، هشتغل الوحدات الاول وبعدين في الاخر خالص هشبك، وهقول لكم انا هستعمل ايه، منين ما اجيب الحاجه هقول لكم هستعمل ايه، وهجيب كل الخامات. يعني انا هجيب واقول لك اعملي ايه معايا، خلاص؟ يعني اجيب الحاجه الاول واقول لكم. تعيشي يا احلى ذهب، قشط عليك يا اميرتي، ده انت هتحضري مش هتتفضل، ده انت هتحضري خلاص. وما يمنعش برضه ان احنا ممكن كده في وسط الحاجات دي نعمل حاجات كده بسيطة، يعني في يوم بالليل كده اعمل لكم حاجة بسيطة، 3 4 5 عروسة بسيطة كده، حاجة صغننة تزايد، يعني مش هيبقى كله ايه ايرلندي. هطلع وقت كده معين حاجة كده بسيطة، فكرة بسيطة نعملها مع بعض، يعني اللي ما بيحبش ايرلندي، بس اللي ما بيحبش ايرلندي يبقى خسران كتير جدا 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 جدا. كمان في حد ما يعرفش الايرلندي؟ اه يا روحي يا ام قرار. بصي قناتي على الصندوق الاحمر، هتلاقيها في البايو في الصندوق الاحمر، 1 2 بنفس الاسم، 3 4 5 حشو، خلصتوا يا جماعه؟ وتزايد. حد خلص؟ 1 2 3 4 5 العفو يا ام قرار. والتزايد الجاكيت اللي كان بلطو طويل، كارديجان كان طويل، بس انا ان شاء الله هعمله نفسي صراحه جاكيت قصير. شاطره، ماشي ياسمين، انا اخر حاجه اهو، 5 حشو، 1 2 طبعا طبعا طبعا. شكرا يا عشاق الحسين. السطر ده اللي احنا اشتغلنا 5 حشو تزايد 6 مرات، 5 حشو تزايد 6 مرات في الغرزه كلها. يا جماعه قبل ما اول ما هشتري الخيط زي ما انتم بتشوفوا باجي اقول انا هعمل كذا، اول ما بشتري الخيط وهشتري الحاجه. ماشي يا جوهره، اول ما هشتري الخيط وهجيب حاجتي وهاجي ابتدي قبل ما هعمل الجاكيت طبعا هنوع عنه قبلها بكام يوم، خلاص ما تقلقوش. 1 2 3 4 5 تزايد. فكان موضة قوي 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 السنة اللي فاتت والسنة دي ان شاء الله برضو. حاضر. بصي يا ريحان طيب عندي قناة في الصندوق الاحمر. استني يا ميشا، ان شاء الله ان شاء الله، ده انتوا هتشتغلوا معايا كلكم، هنشتغل مع بعض، وكله يقول انه هيجي يشتغل معايا الجاكيت الايرلندي. يا جماعه هقول لكم في القصه، وهعمل لكم بوست كده مفصل بالحاجه اللي هنختارها، الحاجه اللي هنجيبها، تمام؟ بس بدايه هو ده، يلا السطر ده هشتغله ثبات على الحلقه الخلفيه، 42 غرزه حشو، 42 غرزه حشو على الحلقه الخلفيه، تمام يا جماعه؟ فهقول لكم الجاكيت الايرلندي وهختار لكم وحدات سهله جدا جدا جدا، مش معقده يا اميرتي لو انت معايا، هختار لكم وحدات سهله جدا، ورقه شجر، ورد، بس مش هخليه لكم بارز قوي يعني، وهقول لكم انا عايزه ايه، ودبابيسكم، دبابيس ابره، وممكن هشتري فوم برضه، هقول لكم وهقول لكم منين. فانا بحضر للجاكيت منين، بس ما يجي يوصلني الخيط هقول لكم، تمام؟
انا كده بعمل الطاقية الشعر بتاع مين؟ وعليكم السلام، يا اهلا يا اهلا حبيبة قلبي. فانا بشتغل على الحلقة الخلفية 42، السطر ده ثبات. واللي عايز يتعلم يا جماعة من البداية ان شاء الله بعمل دورات تدريبية للمبتدئين اللي عايز يتعلم، بس تابعيني وفعلي الجرس، وممكن تشتركي في القلب ده عشان يوصلك مني كل جديد. يلا ها، وانت قاعدة كده حتى بتتعلمي اهو، شايفين بتتعلمي كده. انا بشتغل غراز حشو على الحلقة ايه الخلفية. في حد ما بيعرفش يشتغل كروشيه خالص؟ عشان هنعمل الجاكيت مع بعض، بس لازم تبقى متمكنة شوية. في حد ما بيعرفش يشتغل خالص؟ كده انا عملت 42 غرزة حشو على الحلقة الايه الخلفية. طيب وبعدين هنا هعمل دورين ثبات على 42 غرزة حشو، دورين بس ثبات على 42 غرزة حشو، خلاص. بس فين الغرزة كلها؟ تمام كده، يلا في الغرزة كلها. ثانية واحدة بس يا حبيبي، مساء الفل عليكي يا قمره، يا ضي النور. بليز ايه يا روحي، عايزه ايه؟ ماشي يا ريحانه، تمام حاضر من عيوني. طيب بصي، هعمل لكم ان شاء الله دوره للمبتدئين، خلاص تمام. نوع الخيط اهو يا روحي، نوع الخيط ديفا. ولا قصدك على الجاكيت الايرلندي؟ لا، الجاكيت الايرلندي انا لسه ما جبتوش، هو هيمالايا افري دي. يلا انا هنا هشتغل سطرين ثبات على 42 غرزة حشو، 2 3 في الغرزة كلها، 4 5 6 7، يعني احتمال على الحد اول اتنين نشتغل، 8 9، طبعا بيبقى عبارة عن وحدات، 10 11 12. طيب انا بشتغل الشعر بتاع زورو عروسة القلم، حداشر اتناشر تلتاشر 11 حاضر. هي روحي بكرت الختان اهي، قصدك على بتاع الكروشيه الايرلندي؟ انا لسه ما اشتريتوش يا جماعه، لسه ما جبتش الخيط، انا لسه ما جبتش الخيط. 16، فعشان كده مش قادره اتكلم اقول على الورشه امتى الا لما اشتري الخيط، وهوريكم كل حاجه، كل حاجه هوريها لكم، خلاص. يعني قبل ما هشتغل طبعا هقول لكم وهنوه وهوريكم خيوط وهوريكم كل حاجه. هدى اهلا اهلا يا هدى، اللي حابب يشتغل زي الحاجات الاقلام دي الحلوه دي يا جماعه موجوده في الصندوق الاحمر. دورين ثبات، حاضر، دورين ثبات في الغرزه كلها، حاضر اهو يا روحي، بس بالسريع عشان ما اخدش حظر. بس مش ده اللي هشتغل بيه يا حبيبي، اما هجيب الخيط يا جماعه هحطه
وهقول لك انا هستعمل ايه. بس طبعا الفوم ده في الاخر خالص، الدبابيس في الاخر خالص. انا اهم حاجه عندي هتبقى خيوط. ليه؟ لان هشتغل وحدات. الارلاندي عباره عن وحدات. عايزة تعمليه طويل براحتك، بس انا عن نفسي هعمله جاكيت قصير. وعلى فكرة مش هياخد مننا وقت خالص. ليه بقى؟ لانه خيط صوف. حابة تعملي بخيط تاني براحتك، اي خيط عندك. كده اول سطر ثبات. على 42 غرزة حشو. دور اللي بعده. تعيشي يا روحي، تعيشي حبيبة قلبي. على ايه انت تأمريني حبيبتي؟ تأمريني اي سؤال يا جماعة، اي حاجة، اللي محتاج اي حاجة انا معاكم تحت امركم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تكبيساتكم بقى الحلوة. 10. وعليكم السلام، اهلا اهلا بالقمر. 12 13. الله يخليكي يا روحي تعيشي. 14 15 16 17 18 19 نورتي يا احلى زوزو. يلا استلمي بقى، يلا تكبيساتك الحلوه. ها عايزين نوصل للمليون. 21. احنا قليل على المليون يا جماعه. عرفوا التيك توك ان المحتوى الهاند ميد حلو. 21 22. ما هي التكبيسات دي عباره عن ايه؟ تعرف البرنامج ان الشغل ده حلو. الله يخليكي يا عزة تعيشي. كتير قوي يا زوزو. شفتي الناس كلها عمل الواجب ازاي؟ حاضر يا روحي حاضر. لو عايزين يا جماعة تتعلموا الحاجات دي، موجودة في الصندوق الأحمر، هتلاقوها موجودة. العرايز دي اهم، وده تالت واحد احنا بنشتغل. البنت اهي، بس البنت ايه للأسف يعني ملهاش ألم. خلاص ادى كده اخر سطر في الايه، في الشعر بتاع زورو. الله يخليكي يا عزة، ده من ذوقك. الله يخليكي حبيبتي. ما هو بصي التكبيسات دي عبارة عن ايه؟ التكبيسات دي مش بتدي حاجة، بس بتعرف التيك توك ان انت المحتوى ده كويس، فبيبقى عارف، فيبتدي يرشحك لناس تانية، يفتح لك السكة لناس تانية تيجي تتفرج عليك. شكرا يا زوزو. دي فايدة التكبيسات والشير. الشير لا، علشان الناس غيرك يعني، لو اصحابك يجوا يتفرجوا على البث، لكن التكبيسات عشان كده. ماي كات، اهلا اهلا. انت قطه اكيد يا زوزو. اهلا اهلا بالقطه الحلوه. هما والله يا اختي قايمين بالواجب والزياده، انت اللي متاخره. وشوفي ما شاء الله عليهم. يلا انا كده عملت اهو سطرين ثبات. بعمل شعر يا هالة لزورو. زورو ده على قلم. ايه رأيك يا قطة؟ ايه رأيك انتي القطة؟ خلصنا. نوراني يا مايكات، انتي يا قمرة. مين خلص؟ تعيشي يا قمرة تعيشي. بصوا ده ما ده لسه ده دي كده ايه البداية، احنا لسه هنعمل له الشعر. لو اللي خلص يبقى هيعمل منزلقة.
خلاص هشيل الخيط العلامة. شطورة. تبدأي بإيه؟ طيب بصي، الحواجب عبارة عن خط سهل خالص ان انت تعمليه. شطرة يا مشمشة، يلا بصي ابدأي بحاجات بسيطة خالص. ابدأي بصي عندك هنا في الصفحة بتاعتي 3 منشورات مثبتة، عايزاكي تتعلمي البطرون خلاص. ام علي حبيبة قلبي منورة، اتعلمي البطرون، الـ3 منشورات مثبتة، اتعلميهم كويس جدا 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 جدا، وتعالي معانا واحنا بنشتغل الايرلندي. يلا يا جماعة، قفلت بمنزلقة تمام. اللي انا هعمله ده هعمله 4 مرات، هعمل 3 سلاسل، 1 2 تلات سلاسل، من تاني سلسلة هعمل منزلقة اهي، وبعدين نص عمود. تمام. وبعدين هسيب غرزة 2، وفي اللي بعدها هاجي هنا وهعمل غرزة منزلقة. انا بعمل شعر لزورو تمام، بالسالي 3 مرات كمان. طيب هعمل ايه؟ سلسلة 2 3، من تاني سلسلة هاجي هنا وهعمل غرزة منزلقة. ماشي يا روح قلبي، ماشي ام علي، حاضر اخلص واشوف يا روح. وبعدين هاجي على الغرزة اللي بعدها وهعمل نص عمود. هسيب غرزة 2، وفي اللي بعدها هعمل منزلقة، 1، وبعدين هعمل سلسلة 2 3، تاني واحدة هعمل منزلقة بعد سطر الحشو. على طول قفلت منزلقة وبنزل كده على طول من مصر ام الدنيا يا ماي كيت. هنطلع بصي، طب استني هوريكي اهو، ثانية واحدة بسيب 1 2، في التالتة هاجي اعمل منزلقة. بصي انت قفلتي عملت منزلقة اهو تمام، قفلت بمنزلقة، هطلع بصي بعد ما قفلت بمنزلقة سلسلة 2 3، 3 سلاسل تمام، من تاني سلسلة اهي هدخل هعمل غرزة منزلقة، اللي بعدها هاجي هنا على السلسلة اللي بعدها هعمل نص عمود، وبعدين هسيب غرزة 2، التالتة 1 2، التالتة منزلقة. قوليلي ان انتي فهمتيني، منزلقة. هعمل الموضوع ده كم مرة؟ 1 2 3 4. قوليلي ان انتي فاهماني ولا لا. ها فهمتيني؟ فاهماني ولا لا؟ فهماني ولا لا؟ يا مشمشتي فهمتيني؟ حد مش فاهمها؟ طيب ماشي يا ام محمود حبيبة قلبي، تعيش يا ام كرار يا قمر، ده ذوقك بس، من ذوقك يا روحي. طيب هعمل بقى ايه؟ 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. تعيشي يا ورد الياسمين يا قمر. منزلقة نص عمود، الله عليكي شاطرة. طيب بصي يا أم محمد،
عندك في 3 منشورات مثبتين. اول منشور اتفرج عليه هتلاقي في كل حاجة للمبتدئين خلاص، واحسن ابرة تجيب 2.5 حلوة قوي، وان شاء الله تظبط معك بامر الله. 5 سلاسل من تاني واحدة هعمل منزلقة، من تاني غرزة اهي هعمل منزلقة، وبعدين غرزتين حشو، 1 2 حشو. بس احنا بنستسهل يعني بنقول اسمه كذا، وبعدين نص عمود. هسيب 2 1 2 في التالتة هاجي هعمل 1 2 في التالتة هاجي هعمل منزلقة. ده السطر ده بس كده. طيب وبعدين السطر اللي بعده هعمل سلسلة، 2 3 4 سلاسل. من تاني غرزة هعمل منزلقة، منزلقة وبعدين حشو، طب بصي جربي بس شوفي المنشورات وان شاء الله هيعجبك ان شاء الله. تعملي تحفيز للفيديو، دوسي دوستين كده على الشاشة تقومي عاملة ايه تحفيز للفيديو، وبعدين نص عمود. خلاص يبقى دي عملت ايه، 4 سلاسل وبعدين منزلقة حشو نص عمود. تمام، شكرا يا صانعة السعادة، تعيشي يا روحي، تعيشي وتهادي حبيبة قلبي. مساء الفل عليكي يا قمرة، يد النور بالقمر. وبعدين هسيب غرزة 2 في التالتة هعمل منزلقة، تمام، هعمل نفس الحكاية دي 7 8 9 3 كمان. مساء الفل عليك يا ام فرح يا قمر، هعمل نفس الحكايه 3 مرات. طيب اللي هي ايه، تعيش يا صانعه السعاده يا قمر، اللي هي ايه، سلسله 2 3 4 من تاني واحده هاجي هعمل منزلقه وبعدين حشو. فتونة اهلا اهلا، وبعدين نص عمود. هسيب 1 2 في التالتة هعمل منزلقة، لسه الاتنين خلاص، وهقول 1 2 3 4 من تاني واحدة هاجي هنا وهعمل منزلقة وبعدين حشو ونص عمود. هسيب 1 2 في التالتة هاجي هعمل منزلقة. كمان واحدة، 1 2 3 4 هسيب واحدة، من تاني واحدة هعمل منزلقة وبعدين حشو وبعدين نص عمود. هسيب 1 2 في التالتة هعمل منزلقة. مين قمر خلصت؟ مين قمر خلصت؟ ان شاء الله يا يويو، ان شاء الله. مين قمر خلصت زيي؟ يلا سطر واحد بس، سطر واحد بس. مين حلوة خلصت سطر واحد بس؟ هعمل فيه 5 سلاسل. وعليكم السلام حبيبة قلبي، عاملة ايه احلى ام ام، اخبارك ايه يا قمر حبيبتي، عاملة ايه يا روحي، نوراني يا حبيبة قلبي، الحمد لله حبيبتي في نعمة. فينك يا قمرة؟ ما
عطش بشوفك خالص. السطر ده هعمل خمس سلاسل، واحد اتنين ان شاء الله دايما، تلاتة اربعة خمسة. من تاني غرزة هعمل منزلقة، وبعدين اتنين حشو، واحد اتنين، وبعدين نص عمود. هسيب واحد اتنين في التالتة، هاجي هعمل منزلقة. ألف سلامة عليك يا حبيبتي، ربنا يشفيك يا روحي، ألف سلامة عليك. هعمل أربع سطور. مفيش صورة؟ مش شايفاني؟ محدش شايفني يا جماعة؟ الصورة راحت؟ ها؟ تعيش يا حبيبتي، مفيش صورة؟ حد مش شايفني؟ طيب امال ايه؟ ميشا من عندك، المشكلة عندك. طيب شكرا يا منى. سودة مشكلة عندك، اخرجي وادخلي ثاني، مشكلة عندك انت. طب الحمد لله، مشكلة عندك انت يا ميشا. تمام قشطة عليكم بجد، لا المشكلة عندك انت، اخرجي وادخلي ثاني. استنوا انا هجدد بس البث، ثواني بجدد البث. وعليكم السلام يا عزوزة. يلا هنعمل كده أربع مرات، اللي هي إيه بقى؟ ثلاث سلاسل، واحد. طيب الحمد لله على مهلك خالص، أنا بالراحة خالص. واحد، عشان لسه عايزين نعمل الأسلحة. اتنين، تلاتة، تلاتة. علياء أهلا أهلا، عايزين نعمل الحاجات الحلوة دي ونلبسه حلق ونشيصه. تلاتة، تلات سلاسل. من تاني واحدة، حشو ونص عمود. دي هنعملها كام مرة؟ أربعة. واحد اتنين تلاتة أربعة. تمام، هسيب غرزة اتنين في التالتة، هدخل وهعمل منزلقة. السري تلاتة، عايدها تانية اهو. سلسلة اتنين تلاتة، من تاني واحدة، هاجي هدخل وهعمل غرزة حشو، وبعدين نص عمود. هسيب واحد اتنين في التالتة، هدخل وهعمل منزلقة. لسه الاتنين، سلسلة اتنين تلاتة، من تاني واحدة، حشو، نص عمود. هسيب واحد اتنين في التالتة، هدخل وهعمل منزلقة. واحد اتنين تلاتة، حشو، تاني واحدة، هعمل نص عمود. واحد اتنين منزلقة. ايه رأيكم؟ انا خلصت شعر البداية. شكرا لك يا حياتي، تعيشي يا روحي. خلاص كده انا خلصت، هقص خيط ومستنيه الحلوين يكونوا خلصوا.
تعيشي يا أم، قرري يا أمرة، تعيشي تعيشي تعيشي. بعد 3 مرات أربعة سلسلة، استني يا ميشا، بعد 3 مرات أربعة سلسلة هقول لك اهو، بعد 3 مرات بعد 3 مرات لا 5 سلسلة، لو انت 5 سلسلة بعد 3 مرات 5 سلسلة، 5 سلسلة من تاني واحدة بعمل منزلقة، 2 حشو، نص عمود، تمام كده؟ مرة واحدة بس، مرة واحدة بس، 5 سلسلة من تاني غرزة بعمل منزلقة، 2 حشو، نص عمود، تمام؟ سطر واحد بس، وبعدين أسيب غرزتين وباجي أعمل منزلقة، تمام؟ طيب، وبعدين هعمل 4 مرات 3 سلسلة من تاني غرزة حشو، وبعدين نص عمود، 1 2 3، 3 سلاسل. كم مرة؟ 1 2 3 4 4 مرات. واصلة كده؟ واصلة يا حلوين؟ إن شاء الله لو متابعيني هنعمل جاكيت كروشيه أيرلندي الترند يا جماعة، إن شاء الله. مستنية بس أخوتي يجي وهنوع عن الورشة، هنشتغل مع بعض، هنشتغل مع بعض. اللي حابب يحضر، هي ورشة مجانية، أي شغل عندي ورشاته مجانية، ما عنديش ورشات مدفوعة خالص، كله ورشات مجانية، تمام؟ هنعمل كروشيه أيرلندي اللي هو عبارة عن وحدات ومتشبكة في بعض، تحفة تحفة تحفة. شتوي 3 سلسلة، لا مش منزلقة، مش منزلقة، حشو نص عمود، 3 سلسلة حشو نص عمود، خلاص. أنا كمان بحبك يا بنت الأصول يا أمرة، بنت الأصل حبيبتي. 3 سلسلة، لا مفيش منزلقة بقى، هنا حشو نص عمود، خلاص هنا مفيش منزلقة. يلا عشان هنشتغل على السطر ده. بس همسك الطاقية كده. يا مرحب بيكي يا أحلى زهرة، مستنيكوا كلكوا تقولوا لي إن انتوا خلصتم ونبتدي مع بعض. يلا هاجي عند اول غرزة اهي على الحلقة الامامية، ما انا كنت شغالة على الخلفية، يبقى دي الحلقة الامامية. خلصتي يا ياسمين؟ روزة خلصتي؟ ليه يا ياسو ليه 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 ليه، ده احنا شغالين وحلوة والدنيا زي الفل اهي. هسحب الخيط واطلع سلسلة، سلسلة واحدة. بصوا بقى هعمل ايه هنا، هشتغل الدور ده كله كده، هيبقى 14 مرة. طيب هعمل ايه؟ 4 سلاسل، 1 ان شاء الله يويو هقول لك قبلها، 2 3 4. حبيبتي ايه رأيك يا ميزو؟ ان شاء الله انا قاعدة ان انا اشغل، هعمل لكم الطاقية برضو، هينزل ان شاء الله النهاردة بامر الله، والشعر خلاص، وبعديها زور. العفو يا حبيبة قلبي، العفو. شهيصيني بقى هناك بقى، مش ما اقولكيش بقى، مش شهيصة. حشو، لا الاول هنا هعمل منزلقة،
أول حاجة منزلقة وبعدين حشو. تعيشي يا أحلى يويو. وبعدين غرزة النص عمود. الله يخليك يا ميزو. وبعدين هسيب واحد اتنين في التالتة، هاجي هعمل منزلقة وهاجي هاخد معايا الخيط اهو. وعليكم السلام، اهلا اهلا حبيب قلبي دودو. بنعمل الشعر اهو يا سوسو، شايفه؟ وهعمل له ايه؟ اسلحه بقى. بصي ابداع، يعني عايزه اقول لك حبيبتي الحمد لله الحمد لله يا حبيبتي. انا هعمل كده 14 مره، فاقول 1 2 3 4 من تاني غرزه هعمل منزلقه. منوراني حبيبتي. وبعدين حشو. تعيشي يا روح قلبي، تعيشي تعيشي تعيشي. لو عوزتيها هتلاقيها في الصندوق الاحمر. وبعدين نص عمود، وهعمل له كمان حلق. شوفي هيبقى مية مية. وبعدين هسيب واحدة اتنين في التالتة، هعمل منزلقة ان شاء الله يا روحي، ان شاء الله يا روحي. متحرمش منك ومن مرورك عليا اجمل احساس حبيبتي. بعد ثلاث سلسلة اربع مرات تعيشي تعيشي اجمل احساس. هقول لك اهو، كده انت بعد الثلاث اربع مرات تمام خلصتي. اقفلي قص خيط، يلا اطلعي لفوق. خلصتي اقفلي قص خيط اطلعي لفوق، كده انت خلصتي اهو. ما انت كده كانت اخر واحده عندك. اطلعي لي لفوق للحلقه الخلفيه الاماميه اللي فوق، وابداي اسحبي الخيط واشتغلي زي ما انا بشتغل. مساء الفل عليكي يا احلى شوشو، مساء الفل عليكي يا قمر. ابداي بقى اشتغلي زي، بس خليكي ماسكه الطاقيه كده تمام اهو. وهبتدي اعمل ايه؟ 14 مره، 14. لسه عندك 6 غرز، يبقى انت في حاجه عندك غلط. لو عندك 6 غرز في حاجه عندك غلط. طيب اعملي اللي فوق وسيبي لي بقى اللي تحت، هبعتها لك. مش مهم، سيبي بس شويه خط طويل وسيبيها، هبعتها لك تظبطيها. سيبيها بس طولي شويه خط وقصي خط بالطول، يعني طوليه وهبعتها لك، لان كده في حاجه عندك غلط. لان ده الوش، انت عندك طلعت صح يا ياسمين يا روزه، طلعت صح، ده الوش، فمش عايزه فيه غلطه. تعالي لفوق واشتغلي، خلاص لفوق واشتغلي. فهقول سلسله اتنين، ماشي اتنين تلاته اربعه، اطلعي لي لفوق، خلي الطاقيه كده وشها ليكي. ماشي انت صح، ماشي خلي الطاقيه وشها ليكي. من تاني سلسلة، اعملي منزلقة حشو، ده 14 مرة. وبعدين نص عمود، سيبيلي واحد اتنين في التالتة، ادخلي واعملي لي ايه؟ منزلقة. يلا اماني يا حبيبة قلبي، ما تحرمش منك يا احلى امونه. يا مرحب بيكي يا روحي. سلسله 2 3 4، يا اهلا يا اهلا بالقمر حبيبتي، اخبارك؟ بعمل منزلقه حشو. زهور انت معانا برضو؟ حشو. وبعدين نص عمود، بسيب واحد اتنين في الثالثه، بدخل وبعمل منزلقه حبيبتي ان شاء الله دايما. واحد اتنين في التالتة، بدخل اعمل منزلقة تمام اهي. واحد اتنين تلاتة اربعة معانا، قشطة. يلا من تاني واحدة، يلا مش مشتي منزلقة، انا كله زي بعض. وبعدين حشو، وبعدين نص عمود.
الله يسلمك يا احلى دودو. ازيك يا محمد؟ يا محمد عامل ايه دلوقتي؟ اخبارك ايه؟ يلا المدارس جايه اهو. الدنيا محمد عامل معاكي ايه يا ماما؟ قوليلي. اهلا اهلا بالقلوب الحلوه. قوليلي يا ماما، محمد عامل معاكي ايه؟ كويس ولا ايه؟ وبعدين 1 2 3 4 هدخل هعمل منزلقة وبعدين حشو وبعدين نص عمود. كم مرة يا حلوين؟ ها هيبقى الدور كله كده. هسيب 1 2 التالتة هعمل منزلقة سين. سين حبيبة قلبي، أحلى سين يا روحي. نوع الخيط ديفا، والإبرة مقاس 2 أو 1.75 اللي تحبيه. سين انتي دخلتي من غير ما أحس ازاي؟ ده انتي المفروض بتبقي منورة. 1 2 3 4 من تاني واحدة باجي أعمل منزلقة وبعدين حشو وغرزة نص عمود. 1 2 التالتة هدخل وهعمل غرزة منزلقة وهنزل 1 2 3 4 منزلقة. تعيشي يا أجمل القمر، تعيشي تعيشي حبيبتي. بعدين منزلقة حشو نص عمود. هسيب 1 2 في التالتة هدخل وهعمل منزلقة. لا انا عندي 3 3 يا ريحانة، شوفيهم، شوفي التلاتة، شوفي التلاتة. وبعدين ده هو كافي يعني الباترون بتاع 1 2 3 4. عندي تاني واحدة وعمل منزلقة حشو وبعدين نص عمود. 1 2 في التالت هاجي هعمل منزلقة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ماشي. يلا ها يعني هقول 1 2 3 4 هاجي عند تاني واحد هعمل نص عمود وبعدين حشو. الله يخليك، عايزاكي بس تدربي ايدك عليهم، دول وافيين جدا 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 وهيعجبوكي. 1 2 في التالتة هاجي هعمل نص عمود بعدين 1 2 3 4 تاني واحدة منزلقة وبعدين حشو. الشعر ده بياخد وقت جدا. وبعدين نص عمود 1 2 في التالتة هاجي هعمل منزلقة 1 2 3 4 من تاني غرزة هعمل منزلقة وبعدين حشو نص عمود. بقى الاتجاه الجديد ان يعملوا الشعر باروكة، ما عادش حد بيعمل الشعر اللي هو ايه فتل وندخلها في راس العروسة، لا بقى ده الاتجاه الجديد ان احنا نعمل باروكة زي ما انتوا شايفين كده ونعمل الشعر كده عليها. يلا 1 2 3 4 من تاني واحدة منزلقة وبعدين حشو وبعدين نص عمود. هسيب 1 2 في التالتة هدخل هعمل منزلقة وبعدين 1 2 3 4 من تاني واحدة هدخل اعمل منزلقة حشو وبعدين نص عمود. خلصت، هاجي هنا عند الاولانية وهعمل منزلقة. يلا حلوين، انا مستنيه الحلوين كده خلصهم. مش مشتي خلصتي دي كده على مالك خالص.
ها مستنياكو اهو براحتكو، انا مستنياكو. انه بياخد وقت، فانا مستنياكو خالص اهو براحتكو خالص خالص خالص. ها هنا انا عملت كام مره؟ 14 مره. هتعد اهو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. طلعت مظبوط. يبقى لسالي اخر خصله، وده الاتجاه ان انا اعمل شعر زورو. استنوا بقى عشان دول خصلتين طوال المفروض يركبوا هنا. بدأ يبان زوره. أنا مستنية كده الحلوين يخلصوا أهو. إيه رأيكم؟ بدأ يبان أهو. لسالي آخر سطر خلاص. اخر سطر واحد بس. ها مين خلص زيي؟ طيب على مهلك. ماشي تعيشي تعيشي يا احلى منى، تعيشي يا روحي، تعيشي يا حبيبتي. طيب اللي هيخلص هيقص خيط، هقص خيط. شكرا يا احلى كوكو، تعيشي يا كوكو، تعيشي يا روح، تعيشي حبيبه قلبي والله. وعليكم السلام يا دنيا، اهلا اهلا بالقمره، مساء الفل عليك يا دودو، صباح الفل عليك يا احلى منى، صباح الهنا عليك يا روح. وهدخل الخيط. تعيشي يا احلى كوكو حبيبتي. دول 14، 14 يا زهور، 14 خصلة. بصي اللي فوق دول 14. مش مشتي خلصتم؟ تمام كده. حاضر. بصي خلي الطاقية وشها لك وبدخل في الحلقة السحرية. هسحب الخيط، دي الجديدة، دي تالت واحدة اهي، تالت واحدة بقى هسحب الخيط اهو. وهنا هعمل ايه بقى؟ اخر واحدة هعمل اربع غرز. يعني نفس اللي عملته هناك، واحد اتنين تلاتة اربعة. من تاني واحدة هعمل منزلقة وبعدين حشو وبعدين نص عمود. نفس اللي عملته في تحت هو فوق برضو. بصي اهو هسيب واحد اتنين في التالتة عشان اركز، اتنين في التالتة هدخل وهعمل منزلقة عشان يبقى الغرز بتاعتي صح. وهاجي هعمل منزلقة. بصوا يا جماعة انا بعمل ايه الشعر ازاي. سلسلة اتنين تلاتة اربعة. من تاني واحدة هعمل منزلقة. لا فرق كبير خالص اهو. بصي انا هنا هعمل منزلقة، هوريكي الحشو النص عمود. الغرزة اللي بعدها حشو، حشو بدخل بسحب الخيط بقى معايا حلقتين بدخل من خلال الاتنين النص عمود. باخد لفة على الخيط على الابرة وبدخل اسحب بقى معايا تلات حلقات بدخل منهم. تمام
بسيب واحد اتنين، في التالتة هدخل وهعمل منزلقة. تمام، 10 مرات. يلا هو 1 2 3 4. حبيبة قلبي شذا، اسحبي الخيط في تالت واحدة واشتغلي نفس الحكاية، انزلي 4 سلاسل من اول واحدة منزلقة حشو نص عمود. تمام، في اللوب الامامي من تالت واحدة. يلا يا ميشا معايا، مش مشتي معايا، وبعدين منزلقة حشو وبعدين نص عمود. هسيب 1 2 في التالتة، هدخل وهعمل منزلقة 1 2 3 4. من تاني واحدة هدخل وهعمل منزلقة وبعدين حشو نص عمود. سيب 1 2 في التالتة، عفوا 1 2 التالتة، هدخل وهعمل نص عمود 1 2 3 4. منزلقة حشو نص عمود. هسيب 1 2 في التالتة، نفس اللي تحت بالظبط، 1 2 في التالتة، هدخل وهعمل نص عمود 1 2 3 4. منزلقة وبعدين حشو. زورو، اسمه زورو. وبعدين نص عمود. ده هيبقى لابس شعر الوقت، وبصن هيعجبكم جدا. وبعدين 1 2 في التالتة، نص عمود. منزلقة، استنى، 2 في التالتة هعمل منزلقة 1 2 3 4. منزلقة حشو نص عمود. بعدين حشو 1 2 في التالتة، هعمل منزلقة. شذا منوراني، احلى فولو منك ده ولا ايه؟ 2 3 4. منزلقة حشو نص عمود 1 2 في التالتة، شكرا ديكي احلى شذا يا قمرة. هسيب 1 2 في التالتة، هعمل نص عمود وهعمل 1 2 3 4. هسيب اول واحدة منزلقة حشو نص عمود، هسيب 1 2 في التالتة كده اخر واحدة وهعمل منزلقة. وانا طبعا سبقتكم كلكم. يلا حلوين، مين خلص؟ ها، 1. اعد كده كام واحدة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بالسالي واحدة، صدقهم مفروض 10. 1 2 3 4. 4. هيجي عند تاني واحدة، هدخل هعمل منزلقة وبعدين حشو وبعدين نص عمود وبعدين هاجي هعمل منزلقة.
مين خلص؟ شكرا يا توأم روحي، شكرا. احلى فولو منك ده ولا ايه؟ هقص الخيط هدخله لجوه. يلا الحلوين خلصوا ولا لسه؟ يا روزة خلصتي ولا انتي مش معانا اصلا؟ زهور خلصتي؟ حاضر ان شاء الله يا منى. بصي هنعمل ورشة كروشيه ايرلندي جاكيت، ان شاء الله هيبقى سهل خالص بقى عليك وعلى صوابعك. خلاص هيبقى اسهل حاجة اهو. انا كده خلصت الشعر، مستنية بقى كلنا نكون خلصنا. علشان انا لو هشتغل انا محتاجة ان انا اظبط الشعر على الولد. طبعا ميشا هظبطهولك ان شاء الله يا روحي. مين خلص زيي؟ حد خلص؟ ايه رأيك؟ شفتي؟ شفتي بان ازاي؟ ده لسه بقى لما ايه يتظبط كمان الحاجة يا جماعة ما بتبانش الا اما تخلصي تبتدي تبان، غير كده لا ما بتبانش خالص. ممكن نرجعها ورا كمان عشان يبتدي يبان احسن افضل. يلا مين أمرة خلصت؟ عشان هنعمل الحتة اللي فوق دي كمان. تعيشي يا روحي تعيشي. ستة رقم العين ستة. تعيشي أحلى عمر والله تعيشي. خلصتي يا مشمشتي؟ خلصتي؟ ها؟ ممكن تعيشي يا ام كرار يا امره تعيشي. ممكن تمانية، ممكن تمشي برضو تمانية مش وحشه. يلا عشان عايزه اعمل الحته اللي فوق ده. ونعمل الاسلحه. طيب لو ما لحقتوش الاسلحه انا ممكن احطها لكم في الصندوق الاحمر عادي. طيب على بال ما تخلصوا حتى اعمل ايه؟ اللي يخلص يا جماعه يقول لي، اللي يخلص يقول لي. اصلح الابيض راح فين؟ حد خلص؟ حد خلص؟ ده سلاح هنحطه له بيلبسه في ظهره من ورا كده. شايفة الفكرة؟ تلاتة اهو اهو، ولسه له واحد بني كمان. ايه رأيكم؟ بس نحط له بقى ايه لون كده. استنوا بقى نتحين عليهم ونحط له لون. بصوا انا ما عنديش الوان فبستعمل ايه؟ احنا مفيش حاجة تقف قدامنا، احنا الستات مفيش حاجة تقف قدامنا. على
على بال ما تخلصهم. خلصت يا مشمشة؟ خلصت يا ياسمين؟ ها مين خلص؟ هقول لك عملته ازاي، تابعيني وانا هقول لك انا عملته ازاي. وانا سايبه واحد هعمله معاكم اهو، هخلص خالص واعمله معاكم. ده واحد. مشمشتي خلصتي؟ ياسمين خلصتي؟ مين خلص؟ ازود بقى كده ايه على ده كده شويه كمان. مين من الحلوين عشان نعمل الحته اللي فوق بتاعه الشعر؟ دي كده اللي تحت اهي اهي اهي. ماشي. لا قناع، لا لا، ده هو كله على بعضه قد ايه؟ ده هو حاجه كده زقننه. قلبي دودو، احلى ولاء حبيبه قلبي، حبيبتي يا لولو، انت كمان يا لولو، اخبارك يا قمر، اخبارك عامله ايه يا حبيبتي؟ هو كفايه عليه ان هو بعينه وعين، كفايه قوي قوي، هو حاجه كده زغننه. لو تحبوا نكمل بالليل ما عنديش مشكلة. يا واد يا جامد، يا مرة واحدة لحشو مرة واحدة. خلصتي؟ ماشي. ميشة خلصتي؟ مش مشتي خلصتي؟ أيوة أيوة، مش شقي بعين وعين. ده بص كده شكله ايه حلو، ادي السوالف. يلا طيب، الخيط ديفا ومقاس الابره 1.75، وساعات بستعمل 2. يلا ميشا خلصتي؟ اعمل الحته اللي فوق، الجزء اللي فوق ده. خلصت يا مشمشة؟ تعيشي أحلى لولو. هعمل دايرة سحرية جواها 6 غرز حشو، 1 2 3 4 5 6. هقفل الدايرة السحرية. الدور اللي بعده هعمل تزايد 6 مرات. تزايد 6 مرات. كده أول تزايد. أول تزايد. وعليكم السلام، اهلا اهلا بالقمره. كده اول تزايد، تاني تزايد، تالت تزايد، رابع تزايد. حاجه كده بسيطه خالص. خامس تزايد، سادس تزايد، تمام. طيب وبعدين
هاجي اعمل منزلقه. على اول غرزه اهي عملت غرزه منزلقه، اشيل بقى العلامه مش محتاجاها، هاجي اشد دي. طيب هاجي هنا هعمل 4 سلاسل، هعمل عليهم منزلقه حشو نص عمود. خلاص دودو اهلا اهلا يا دادو. دادو هعمل سلسلة 2 3 4. من تاني واحدة هعمل منزلقة وبعدين حشو وبعدين نص عمود. هسيب واحدة وفي اللي بعدها هعمل منزلقة، هسيب واحدة بس، واحدة بس في دي الزغنانة دي هسيب واحدة بس وبعدين هعمل منزلقة وأقول 1 2 3 4. من تاني واحدة منزلقة حشو نص عمود. بعمل الحتة اللي فوق بقى، الحتة اللي فوق دي تمام، دايرة سحرية جواها 6 غرز حشو 6 تزايدات، وبعدين اقفل منزلقة انزل 4 سلاسل، على اول واحدة منزلقة حشو نص عمود. خلاص وبعدين هسيب واحدة واحدة في اللي بعدها هعمل منزلقة، بعدين هقول 1 2 3 4. هنزل هنا وهعمل منزلقة حشو نص عمود، هسيب واحدة وفي اللي بعدها هدخل هعمل منزلقة 1 2 3 4. أول واحدة هعمل منزلقة. يلا تكبيساتكم الحلوة بقى يا حلوين، وبعدين حشو نص عمود، هسيب واحدة وفي اللي بعدها هعمل ايه منزلقة 1 2 3 4. تاني واحدة منزلقة. ايمي اهلا اهلا بالقمرة، وبعدين حشو وبعدين نص عمود. شكرا يا ايمي. واحدة في اللي بعدها هعمل منزلقة 1 2 3 4. منزلقة حشو نص عمود. واحدة في اللي بعدها هعمل منزلقة 2 4 6. قشطة، وعليكم السلام يا أحلى إيمي. طيب بعمل إيه؟ بعمل شعر زورو على قلم نوع الخيط ديفا الإبرة 1/75. حلو الكلام، وعملت له في ده. لو عايزين يا جماعة في الصندوق الأحمر في البايو هتلاقوه. تعيش يا روحي أحلى إيمي، تعيش يا روحي حبيبة قلبي. خلاص أهو خلصت، هقفل بمنزلقة هقص خيط اهو، هقفل بقى كويس اوي كده. طيب دي هنحطها فين؟ هنا شعره من فوق. تعالوا بقى نحط ده كده الدبابيس، مستنيك يا ياسمين اهو.
هشد بس ده كده لتحت. رجع دي لورا شويه. يلا مين خلص معايا؟ شكرا ليكي يا احلى ايمي، تعيشي يا حبيبتي تعيشي. شكرا حبيبتي، متحرمش منك ومن ذوقك، هتعجبك اللي هناك قناة هتعجبك. نحاول بقى ان احنا ايه نظبط الايه الشعر، هرجعه ورا شوية كمان عشان الحواجب تبين. مين خلص يا جماعة؟ زي هجيب الاتنين الطوال دول في الجنب. انتي قشطة عليكي. يلا بالدبابيس بقى الحلوة ونبتدي علشان اما نيجي نعمل نلزق بقى. اوعي الموسى بتاع يلسعك، اوعي الشمع يلسعك، اوعي الشمع يلسعك. تمام، هاجي اشد كده وهاجي احط دبوس. دبوس، بصي باجي اجيب الطرف كده واحط ايه دبوس، طرف اهو واحط دبوس دبوس. دبوس. تعالي بقى من قدام برضو ندبسه كده. يلا نلزق، اجيب الشمعة ونلزق يا جماعة. ها نلزق، يلا كيو كيو القمر. اهلا اهلا يا زهور. يلا اجيب الشمعة ونلزق. تمام كده، خلاص يا حلوين. فايدته انا بشتغل على قلم، ده قلم، قلم رصاص، قلم رصاص. بص حبيبي ده قلم رصاص، يعني اهو السيد المحترم لوفي أفندي تحية طيبة وبعد. هل هذا القلم حلو ولا مش حلو؟ أهو شايفة رأيك. بس أنا هجيب الشمع وهاجي علشان نشتغل.
الحياة حلوين. ها مين خلص زيي؟ انا بس بسخن الشمع، تمام، سخنه كويس جدا 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 جدا، وهحط اول حاجه هحط دي عشان اعرف. بصوا دي هحط الدايره السحريه على الدايره السحريه اهي، ميشه معانا اهي، الدايره السحريه على الدايره السحريه. بعدين ابتدي بقى ايه اظبطه. لا مش هكمل جسم. بصي فكرته ان هو على قلم بس، لا ده مش جسم، فكرته ان هو عروسة على قلم، الولاد يروحوا بيت مدرسة كده ايه يبقوا فرحانين بيه. انا عن نفسي هستعمله ان انا مثلا ايه وانا رايحة في اي مكان اكتب بيه كده يعني، اهو شايفة الفكرة، فكرة حلوة قوي. يلا تكبيساتكم حلوين، تكبيساتكم حلوة يا حلوين. مش مشتي ها؟ يلا يا جماعة ألزق كمان. هاجي أول حاجة دي، هاجي اهي هخليها كده لفوق، هاجي هنا تعيشي 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 يا قمر، تعيشي حبيبتي. بس انا عايزه ايه، خدي بالك من الشمع يا ياسمين. ما تكتروش الشمع، ما تكتروش الشمع. طيب انا هطفي التكييف ده كمان. يلا يا جماعة ها. ايوه التكبيسات الحلوة دي ما تحرمش منكم من تكبيساتكم. وهبتدي اعمل ايه بقى، الزق الزق اهو، هشيل الدبوس بالراحة واخد بالي من صباعي، اشيل الدبوس واحطه والزق واحط، اشيل الدبوس هلزق واحط، اشيل الدبوس هلزق واحط. واحط يلا اللي ما بيشتغلش بقى يعمل ايه، دي ساعدنا كده انه ايه كبرنا كده بوجوده. شارك بقى تكبيساتك كلك ذوق. تمام تعالي بقى نعمل قدام. شكرا يا احلى منى، تعيشي يا روحي، احلى دعم منك ده ولا ايه؟ هو ده دعم يا جماعة، ان انت تكبسي لي او تشيري ده احلى دعم منك ليه. شكرا ليكي بجد لولو، والله قلت لها وبتسلم عليكي. قلت لها قعدت تضحك، قال لي في يوم هدخل وهبقى اسلم عليه. يلا مش عايزة حاجة من الحاجات دي، ده انت بقى عايزة لها سلام ايه مخصوص. شفتيش انت الحاجات دي؟ شكرا يا احلى منى حبيبة قلبي والله. ودي كده اخر خصلة من تحت. يلا هلزق بقى من فوق كل خصلة، احط عليها ايه، والله حبيبة قلبي.
بس مش حافظة أماكنهم صح؟ أكيد يعني مش حافظة أماكنهم. على كل خصلة وأحط إيه؟ هلزق على كل واحدة. أصل كده هخاف، لو أنت حافظة أماكنهم أخاف منك. أهو سلام يا قمر، يد النور. ما انا بغير اماكنهم، خليكي ذكي. انا كل شويه تلاقيني اغير الاماكن، وانا ما بحطش حاجه في مكان واحد. لا انا اخاف برضو يعني، بس عموما يعني الاقلام سهله. يلا يا جماعه انا بلزق واحده واحده بالراحه خالص. اهو خلصت، هاجي الدور اللي بعده. بصوا، خصله خصله. الكروشيه ده بقى حلاوته في ايه بقى يا جماعه؟ بيديكي صبر، بيعلمك طولة البال. يعني بص، اما تقعدي خصله خصله تقعدي تلزقي فيها وتعمليها كده لطولة بال. حاضر، بس كده عينيا 21 سطر. ماشي حاضر، بس كده انت تأمريني. طب والله المفروض ان انا اعمل 4 سطور ثبات على 82 غرزة حشو. فعروسة يعني عارفة ملل، بنام على نفسي وانا بشتغلها بقى. لا لازم نكمل. انا قربت اخلص اهو. يلا مين مستني يعمل أسلحة زيي؟ تعيشي تعيشي. ايه رأيك بقى؟ بدأت تبان، بدأت تبان. استنوا بقى نعمل لها شوية ايه، الرتوش بتاعتنا الحلوة. يلا يا جماعة عشان نعمل الأسلحة. ونلبسه الحلق، ده أهم حاجة الحلق. البطارية هتفضل أهم حاجة، الحلق كمان. ايه رأيك؟ ايه رأيك بقى؟ بدأ يبان اهو. هلبسهولكوا حلقة، استنى. انا بس عايزة اعمل لكم الاسلحة. بقيت الحلق فين؟ مساء الفل عليكي احلى سوسو، احلى ورده منك دي يا روحي. هلبسه حلق. طيب انا عايزه بس ابره هدخلها هنا اهو. ادخل له حلق، هعمل له حلق. طيب عادي مش مشكلة خالص.
بقى بودن وودن. ماشي عادي. خلصت يا ميشا ولا لسه؟ مش مشتي خلصتي؟ لون ايه؟ بلاشر. استني استني بس اما اجيب انا كمان الفرشة. قشطة عليكي يا مشمشة والله اتبسطت. مش مهم من قدام انا هظبطهولك. ماشي. انا بس عايزة احط ايه الحلق ده في ودنه. كان نفسي احط له الحلق ده في ودنه. طيب بصوا بقى، انا اعرف ما اعرفش اي حاجه، اي بلاشر عندك؟ بصوا انا هحط له ايه كده بس يظبط. هاتيله لون الاحمر. اي حاجة، اي اي شادو. جايباه من مين؟ مقلباه من مين؟ من ماما اكيد صح؟ تمام ماشي. بس الودن دخلت جوه شوية، مش مهم هظبطه. ده الحلق بتاعه. طيب ده الحلق ماما اكيد يعني. طيب بصوا بقى، انا عايزه اوريكم بس ايه البتاعه دي بتتعمل ازاي. طيب هجيب خله. بصوا يا جماعه، لو ما عندكوش مش مشكله، بس انا هديكم الفكره. دي الخله اهي، دي الخله اهي، قطمت من فوق ومن تحت. وهاجي اجيب، بصوا هجيب الحلقة وهدخلها. برضو محتاجة اقفل الهواء. تمام هاجي هدخل هنا في الحلقة. تمام كده. طيب وبعدين هجيب غيرة شفاف، غيرة شفاف افتحه. وبعدين هيك كده، هو شفاف فما تقلقيش. صباعي عليه، هقوم حاطه دي كده. وهجيب الحلقه على الراس وهوقفها كده. هاجي هعمل هنا، ما تقلقوش كل دي الحاجات دي ما بيبانش. اهو اهو تمام. لا ما اعتقدش ينفع شمعة، هتبقى صعبة، الدنيا هتبقى صعبة. الله يجربي. استنوا بس اهو تمام.
كمان مرة، حط. لفوق بقى، لفوق، هطلع لفوق. ومن فوق بقى من هنا هبتدي اربط على الحلقة وهنزل لتحت. خدتوا بالكم من الفكرة؟ اهي هربط على الحلقة وانزل لتحت، اهي 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 اهي. ايه رأيكم؟ اختراعات دودو. وعليكم السلام. اه يا روحي، اه في البايو هتلاقي كل الحاجات دي، بشيلها من هنا احطها هناك بالظبط، ما بعملش فيها اي حاجة، كل اللي انا بعمله هنا بروح اعمله هناك، بحطه هناك مش بعمله. شفتوا الغيرة ما عادش باينة ازاي؟ عوز قلبي دودو يا اختي قلبي. خلاص كده افتح بقى شوية الهواء. تمام، ايه رأيكم؟ انا اديتكم الفكرة. طيب نعمل ايه بقى؟ سؤال. طب انا دلوقتي عايزة الون حبيبة قلبي نفس الاسم ده في البايو، هتلاقيه نفس الاسم ده، دودو لتعليم فن الكروشيه، نفس الاسم ده يا حبيبي. طيب الوقت احنا عايزين نلون، ما عندناش الوان، بنعمل ايه؟ مونوكير، احلى فكره. بص مونوكير ولوني يا حبيبتي، يلا. الحمد لله ان انا عندي ايه، لقيت اللون ده. مفيش حاجه تستعصى عننا ابدا، العفو يا روحي. بصوا اهو مونوكير اهو، احنا هنغلب يعني، ون ايه، ونحط نحط 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 نحط. بطرون ايه يا حبيبة قلبي؟ عايزة بطرون ايه؟ هحط لك في البايو لينك القناة، في البايو هتلاقي ايه البطرون ده يا روحي. لو عندك مونوكير بقى اي لون عايزه ايه تلونيه لوني. شو بخليها نفسكوا في حاجه، روش تاخدم، مونوكير تاخدم، اي حاجه. احنا يعني هنسيب الحاجه كده؟ يلا حلوين، ها كده انا خلصت، اسيبها بس ثانيه واحده تنشف تنشف، على بال ما ايه هجيب لكم الفرشه ونيجي نلون وش زورو. يلا انا معايا الوان، فباجي اعمل كده ثانيه واحده بس اجيب ايه فرشه. هي حلوية، ها
يلا ياسمين، مفتحتيش ليه؟ ما إبرة مستنياكي الكروشيه 1.75. ياسمين مستنياكي كنت يا دنيا. مستنياكي كنت اه يا روحي، يلا انا هاجي كده. يا غلوز، استنوا بقى يا جماعة اتفرجوا. يا واد يا جامد، يا خلوز يا خلوز. ايه رأيكم يا جماعة؟ ايه رأيكم في القمرة دي؟ يا حلوة يا حلوين يا حلوين. طب ايه رأيك بقى، ده يمكن ألذ واحد فيهم. شكله حلو قوي. زوروا 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 زوروا. مين خلص معانا؟ طبعا زي، عشان دي بنتي، تعليمي، دي تعليمي، لازم تبقى زيي، لازم تبقى زيي، دي تعليمي حبيبتي، دي زيي بالظبط، بنتي اللي حبيبتي. نحط له بقى ايه اللمسة الأخيرة، اللي هو ايه، شوية بلاشر انا على لقيت أنفه. ده عند ماما في الدرج، هي ما بتستعملوش، قمت خدته، خدت الفرشة وجريت. متأكدة؟ هي مش بتستعمله فانا خدته. ماشي. ميشا بتقول لك تحفة يا ياسمين، تسلم حبيبتي ايدك. يا ميشا، انا ما شفتش ولا واحد لميشا، هي بتورينا على الخاص. عايزين نبقى نشوفه. ايوه تلمستي، ايوه تلمستي وحبيبتي. انا بقى احط له بقى ايه، شوية ايه، كده اللون بيودي العروسة في حتة تانية، صح؟ ايوه انا حاطه لكل عروسه لون مختلف. ايوه البركه في ماما. ايوه ايوه لا يا اختي، انا عندي الواني اهي والله. ماشي. انا قبل الالوان دي، قبل الالوان كنت بعمل كده، ايوه، هو بس علبه الاي شادو فيها كل الالوان، انقي اللي يعجبني، لكن ايوه. البلاشر بتبقى لون واحد فانا مجبوره احطه. فهمتك. ماشي، هتبعتها لك كمان يا ميشا، هتبعتها لك. ماشي ماشي، ماشي خلاص اهو. انا عاجبني اوي زورو. ايه رأيك؟ زوره زوره يعني. استني انا هحط له بقى الأسلحة بتاعته، اغزقه بقى انا بالأسلحة بتاعتي. تاني واحد، فين ماشي يا التالت؟ دودو، ماشي يا دودو، ماشي غذينا من اهو. هنا. ايوه شفتوا الفكرة؟ ايوه حلو، جدا. انا عندي كل الادوات الا اللزق، حتى الشمع بتاعي خلص. ما هو بصي، هو حلاوته في الغيرة صراحة. استني التالتة دي لسه ما نشفتش، هو حلاوته في الغيرة، التالتة دي لسه ما نشفتش. بصي الغيرة مش بيبان اهو، بحطوله بقى هنا كده خلاص. ايه رأيك نسيت، فيها دي؟ تحفة كده، تحفة، شاطرة شفت الحتة شاطرة، السحر عملتها؟ روعة روعة والله، شاطرة شطورة، شاطرة وشطورة يا اختي. استني منصغرك علشان ايه، نحط احنا بقى ايه، ثلاثة بتوعنا دول ايوه. خلاص. الأسلحة دي آخر حاجة، لأن الموبايل بقى 13%، فأنا عايزة ألحق إن أنا ايوه إيه انا أحط. تليفوني برضه 13. والله هو في إيه، هو إحنا مع بعض ولا إيه؟ فأنا هحاول إن أنا إيه أعمل له كده إيه، أي فكرة أحطه بيها الثلاثة دول كده قبل ما إيه الموبايل. هم ثلاثة هم، بس المونوكير المفروض كان ينشف شوية. بس ايه رأيك شوف، فكرة، ايه رأيك فكرة المونوكير؟ احنا لا ناس روعة، يعني، ايوه